السلام عليكم. الثقوب الصغيرة تغرق السفينة الكبيرة. خليكم معي. بمعنى أن أخطاء يومية كثيرة كديرها كل نهار كل نهار كل نهار، واحد النهار أنت غتغرق في بحر الفشل. النجاح هو عبارة على زرع عادات إيجابية يومية مدة طويلة. يعني إلا أنت تتحقر واحد العادات سلبية كديرهم كل نهار، فالمآل ديالك هو الفشل. وهذاك الفشل راه ماشي نتيجة حظ، كما النجاح ماشي نتيجة حظ. للفشل ولا النجاح هو عبارة على استمرار على واحد العادات. واش هي إيجابية ولا سلبية؟ قرار كيرجع ليك. إلا أنت كتكثر من الأخطاء ديالك يوميا، واحد النهار غتلقى راسك غارق في بحر الجهل وفي بحر الفشل. وما تستغربش، لأنك أنت اللي راكمتي هذوك الثقوب الصغيرة. باش ما تغرقش السفينة ديالك، زرع عادات إيجابية وخدم عليهم كل نهار، وحضي من العادات السلبية اللي كدير كل نهار. وما تقولش هذه غير صغيرة، راه صغيرة مع صغيرة مع صغيرة كتولي كبيرة، وكيولي فراغ كبير عندك، وكيأثر على المستقبل ديالك. لذلك تذكر معي، الثقوب الصغيرة تغرق شنو؟ السفينة الكبيرة. ترى لي فراسك. السلام عليكم.